بسم الله والحمد لله. سائل يقول: إذا كان الإنسان لا يؤاخذ بالخطأ فهل لازمه أنه يعذر بجهله عموما؟ فهل لازمه أنه يعذر بجهله عموما؟ نعم، لازم ذلك أن الإنسان يعذر بالجهل، ولا إشكال في أنه يعذر بالجهل، لكن إن فرط في التعلم، وهذا هو الذي يقع كثيرا مع الأسف، إن فرط في التعلم لم يعذر، لأن الواجب عليه أن يتعلم. فمثلا نجد بعض الناس يكون حج عام 1410 وأخطأ في حجه، متى يأتي يسأل؟ يسأل اليوم بعد مضي كم؟ 7 سنوات. هذا تفريط. الواجب على الإنسان إذا أشك في الأمر أن يسأل عنه فورا وألا يتأخر، فإن تأخر في السؤال فهنا قد لا نعذره بجهله، لأنه إيش؟ لأنه مفرط. الواجب أن يسأل ويبحث. وكذلك أيضا نجد بعض الناس ينبه على أن هذا الشيء حرام، يقال هذا حرام، ثم يتلو آية فينزلها على غير ما أراد الله بها، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إذا قال له أخوه هذا حرام قال: أسكت أسكت أسكت، لا تكلم، اسأل. قال: لا ما أسأل، لأن الله يقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا أيضا غير معذور في الجهل، لأن الواجب إذا ألقي إليه شبهة أن إيش؟ يسأل ويتحرى. لكن إذا كان الإنسان لم يطرأ على باله هذا الشيء إطلاقا ولا نبه عليه فإنه معذور، ودليل ذلك في القرآن كثير، منها قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وكقوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والنصوص في هذا كثيرة، ولكن الشأن كل الشأن هل الإنسان معذور بهذا الجهل أو لا. قد يكون غير معذور لكونه إيش؟ فرط في السؤال. نعم.